ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة وبدايتنا مع الفقرة اللي معظم المشاهدين بيستنوها علشان يتعرفوا على أسرار الرشاقة والجسم الصحي، وهي فقرة الصحة والرشاقة. عنوان فقرتنا النهاردة هو جسمك على ما تعوديه. إزاي ده؟ إزاي نعود جسمنا إنه يحرق الدهون بدل ما يخزنها؟ وإزاي نعود جسمنا على الحياة الصحية؟ كل ده هنتعرف عليه النهاردة من خلال ضيفتي اللي مشرفاني ومنوراني في الاستوديو، دكتور سالي فيكتور، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة من الفريق الطبي لشركة أون تارجت فارما. أهلا وسهلا يا دكتور سالي، منورانا النهاردة. ده نورك والله. عاملة إيه؟ الحمد لله. إيه بقى ده؟ أنا أسمع جوزك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه وحاجات كده، إيه بقى أول مرة أعرف جسمك على ما تعوديه دي؟ ما احنا كملنا بقيه المثل بقى. كملناه؟ يعني ده موضوع بجد ينفع حقيقي؟ اكيد طبعا. ينفع ان انا اعود جسمي على مثلا لايف ستايل معين فاقدر ابقى يعني يتعود عليه ويبقى هو ده التمام؟ يعني انا بشوف دايما نقول ايه، ان الجسم ممكن فجاه كده انت مثلا تعملي دايت لفتره، فجاه ما تنزليش، فتروحي شويه تاكلي وشويه تعملي دايت وشويه، فهل فعلا الجسم مؤشره بيستوعب اللي بيحصل معاه من خلال يعني نظام اكلنا حقيقي بجد؟ اه طبعا. احنا الاكل بالنسبه لنا دوت مخزون طاقه، يعني مثلا زي فكره العربيه محتاجه بنزين يتحرق علشان الماتور يدور العربيه تمشي. صحيح. انا نفس الكلام برضه، جسمي محتاج الاكل دوت علشان يطلع منه يحرق ويطلع منه طاقه ان انا اقدر امارس حياتي بشكل طبيعي، وبرضه باخد منه بروتين علشان ابني الانسجه وابني العضلات وابني الجسم، وباخد منه برضه نيوترينتس او مثلا مينرالز علشان تدي جسمي القوه وتدي المناعه عشان هاجم الفيروسات. فانا الاكل ده بالنسبه لي طبعا هو اسلوب حياه. يعني بس ايه الاكل الصحي طيب اللي يخلينا نحرق الدهون دي؟ قول لنا كده. هي الفكره في الاكل الصحي ان انا يكون اكلي متوازن ما بين نسبه الكارب ونسبه البروتين ونسبه الفاتس. ما ينفعش ان انا اخلي لايف ستايل حياتي كله معتمد على النشويات والرز والمكرونه والعيش، وابقى مثلا واخده حته مثلا فرخه صغننه قد كده اقول ما اصلا شبعت من الرز او المسبك أو, او او او. فانا فعلا زي على راي المثل جوزك على ما تعوديه، فعلا الجسم بيتعود. لو انا طول حياتي ماشيه بنظام صحي واكلي مش بحرم نفسي من الاكل، بس ماشيه بنظام صحي في الاكل، باكل كل الاكل بس مثلا بطبخه بشكل صحي او مثلا باخد كميات معينه، فانا خلاص جسمي بياخد النسبه اللي هو محتاجها من الكربوهيدرات والنسبه اللي محتاجها من البروتين والنسبه اللي محتاجها من الفات، خلاص انا جسمي هيحرق الدهون اللي هي متخزنه ان هو برده محتاج كل شويه يحرق. لان انا الاعضاء مثلا الداخليه في الجسم، القلب والمعده والكبد، دي محتاجه طاقه لانها بتشتغل على طول، فطبيعي انها كل شويه بتحرق الجلوكوز او بتحرق السكر دوت علشان يطلع لها طاقه. لما دايما اللي بيحدد النسبه دي يا دكتور بيكون دكتور، لازم نروح له فيقول لنا انتوا هتاخدوا يعني انت ليك في اليوم قد كذا سعرات، هتاخد منهم قد كذا بروتين وقد كذا من الكارب وقد كذا من، يعني هينوع لنا فنبدا نمشي على نظام، ان مش كل الناس هتبقى عندها شويه بالزبط. الخلفيه دي عن 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 جسمها. ده اللي احنا بنحاول نوعيه للناس، ان احنا يعني احنا بنقول لكم تاكلوا كل اللي انتوا عايزينه، بس لما يكون انا محدده او مظبطه على قد ما اقدر نسبه الكالوريز اللي داخلها في اليوم، انا برضو هاكل كل اللي نفسي فيه بس هنظم كميات، فهدي لجسمي الطاقه اللي هو محتاجها ان انا امارس شغلي عادي واروح الشغل واروح النادي واروح اخرج مع اصحابي واعيش حياتي بشكل طبيعي جدا، ما اتعبش بقى فتره الدايت. ايوه، ما يحصليش دروب واحس بالارهاق والخمول. وفي ناس بقى كمان زي ما حضرتك قلتي فتره الثبات، ان انا بحرم نفسي بالزياده قوي، انا خلاص عملت دايت مع نفسي او مثلا شفت اي نظام دايت مثلا على الانترنت ومشيت عليه لوحدي كده بدون متابعه وبدون ما اسال دكتور وبدون ما اشوف جسمي هيكون متوافق معاه ولا لا، ومشيت عليه فحرمت جسمي بالزياده، فجسمي فقد العناصر الغذائيه اللي هو محتاجها، وبرضه حس ان هو داخل في مجاعه. يعني هو جسمي مش بيترجم، هو بيترجم كميات الاكل اللي هو داخله طبعا. فانت خلاص بقى قللت اكلك قوي قوي قوي، لا انت ممكن تكون داخل في مجاعه. فانا هبتدي بقى ايه، لا اخزن احافظ على المخزون طاقة اللي عندي عشان انا فعلا محتاجه للطاقه. لان انا يعني مثلا في نظام الصيام المتقطع احنا بنقول للناس لما تصوم 16 ساعه ده هيخلي الجسم هيحرق بقى، يبتدي يحرق من الدهون المتخزنه، لان هو برضه يعني في الوقت الصيام ده هو محتاج طاقه. فعلا جسمي على حسب ما عوده، هل انا هفضل بقى اكل عمال على بطال وازود في السكريات وازود في النشويات وازود وازود وازود، ولا هعرف اظبط كميات الاكل واكل اللي انا عايزاه؟ ودي حته ان انا اكل اللي انا عايزاه دايما الناس بتاخد فيها تروب، ان في احنا ناس بتعاني من الموضوع ده، يعني بتبقى ما بتقدرش تعمل كنترول على شهيتها،
وخلينا برضو نخاطبهم، لان احنا في الاخر موجودين عشان نشوف ايه الصعوبات اللي بتقابلهم ونقدر نقدم لهم حلول امنه وصحيه وعوامل مساعده، بس في الفتره اللي هم عايزين يعني يبداوا فيها الخطوات الاولى. هي الناس اللي فعلا ما بيقدروش يتحكموا في الشهيه او ان انا خلاص مش عارفه انظم موضوع الكميات، ساعتها فعلا لازم عامل مساعد يديني بوش او يديني باور ان انا اقدر اكمل في رحله الدايت او اكمل على النظام الغذائي. وساعتها احنا بقى في شركه اون تارجت فارما بنقدر نساعدهم جدا بالكورسات المكثفه اللي عندنا، او بالذات في مثلا في موضوع الشهيه لو هنتكلم عن الشهيه المفتوحه بكورس الاناسيليوم، لان احنا عارفين ان لو انا اصلا معود نفسي من بدري ان انا باكل كتير ونظام اكلي اصلا مش صحي، وانا بقى متعود على الفاست فود او الجونك فود او النشويات والسكريات الكتير، ده معناه ان جسمي اصلا متعود ان هو دايما داخل له كميه جلوكوز كتير او سكر كتير، فبالتالي مستويات اصلا الانسولين في دمي يعني عاليه والدنيا بايظه. فاحنا بقى بنساعدهم دايما بنلعب على مركز الشبع او احساس الشبع في الجسم، لان كورس الاناسيليوم هو عباره عن الياف طبيعيه 100% بتشتغل او بتعمل نفس عمل بالون المعده، فلما بتدخل جوه البطن انا طبعا بشرب كوبايه الاناسيليوم وبعديها كوبايتين ميه، فالالياف ديت هي اصلا الياف زائبه في الماء او بتمتص الميه، فحجمها بيتضاعف او يعني حجمها بينفش اكتر من ضعف حجمها، يمكن مثلا حوالي لحد 15 او 20 ضعف. يعني مثلا زي فكره السفنجه، يعني ممكن تبقى صغننه كده بحط عليها ميه الاقيها امتصت الميه ونفشت كده اهوت، هو نفس الفكره بالظبط، بس طبعا ده بيتضاعف بحجم كبير جدا. عرفينا بالاناسيليوم هو ايه مكونه عشان الناس اللي لسه اول مره يعني تشوفنا تبقى عارفه ان احنا بنتكلم عن حاجه امنه وحاجه صحيه وحاجه طبيعيه. هو كورس الاناسيليوم هو عباره عن الالياف اللي احنا بنتكلم عليها، الالياف طبيعيه 100% من بذور اسمها بذور السيليوم الشقراء. برضو ليه دايما احنا لما بنقول بذور السيليوم بنقول دايما بذور السيليوم الشقراء، لان في فرق في السوق او في فرق ما بين الالياف عامه ما بين البذور السليم اللي هي الشقراء او البذور السليم او السليم هاسك العادي اللي هي بيكون لونها اسود. طبعا دي فرق ما بين الماده الفعاله اللي جواها، لان احنا بناخد الانر ليل او الطبقه الداخليه من جوه البذره نفسها، فالطبقه دي بتكون غنيه بماده اسمها الميوسلينج، فالماده دي بتكون ماده لزجه. احنا طبعا بنقول لما الناس بتشرب الاناسيليوم بيعمل جوه معدتها زي بالكينج دهوت، فالبالكينج دوت نفس فكره اللي هي الماده اللزجه دي او نفس فكره الجيلي كده بتبقى محتبسه الاكل جواها، فده بيخلي ان انا طبعا بحس بالشبع لمده طويله جدا لان الاكل لسه موجود في معدتي بيمتص بالراحه جدا جدا جدا. فده بيخليني على فتره طويله انا معدتي مليانه اكل وانا حاسس بان انا شبعان، بس في نفس الوقت هي نفس فكره بالون المعده ان انا بملى البالونه ديت هواء، يعني انا معدتي مليانه وحاسس ان انا شبعان بس مش حاسس بتقل، مش حاسس بضيق في التنفس، مش حاسس ان في حاجه بقى واقفه على قلبي او مثلا بطني مليانه قوي يعني مش قادر اكمل. ان انا لما بملا حوالي تلتين حجم المعده فانا طبيعي في الاكل باخد التلت اللي باقي او الربع اللي فاضل لي من حجم المعده، فانا باكل وجبات محدده الكميه محدده السعرات هتدي جسمي كل العناصر الغذائيه اللي هو محتاجها، وفي نفس الوقت انا ما خدتش بزياده قوي عن اللي جسمي محتاجه. فطبعا الناس لما بتاخد كورس الاناسيليوم بتحس ان هي بتاكل اللي هي عايزاه ومش حاسه ان هي جعانه او مش حاسه ان هي محرومه او مش حاسه ان انا ممكن هنغير اللايف ستايل شويه، لان انا برضو هبتدي بقى اعود جسمي بالراحه على ان انا هاكل وجبات صحيه ومتزنه ومتكامله. مين بقى اللي بيحدد الوجبات دي؟ مين بقى اللي يعني انا هو حد اتكلمتكم طبعا هو خلينا الاول نذكر ان التواصل مع شركه اون تارجت فارما، نقول اول الاتصال يبقى من خلال احنا موجودين من خلال الارقام اللي على الشاشه وموجودين على الفيسبوك صفحه اون تارجت فارما على الفيسبوك دي الاوفيشال بيج بتاعتنا، وبرده ممكن يتواصلوا معانا من خلال صفحه دكتور نهال حافظ خبيره التغذيه، وموجودين برده على انستجرام صفحه دكتور نهال حافظ على انستجرام وصفحه اون تارجت فارما على الانستجرام. طيب انا دلوقتي خلاص تواصلت وانتوا عرفتوا، انا بقى المفروض باخد يعني سكادجول بتاعي بيبقى ازاي؟ بمشي ازاي التبس بتاعتي خطواتي ازاي معاكم؟ ناخدها من الاول. يعني حضرتك دلوقتي مثلا حاسس ان في شهيه مفتوحه، حاسه مش قادره اتحكم في كميه الاكل، عندي كام كيلو زياده وعايزه انزل، عندي كام كيلو زياده وعايزه انزل، حضرتك بتتواصلي معانا مثلا عن طريق الواتساب او المكالمات او الفيسبوك، يعني حسب الطريقه اللي بتريحك او تحس ان انت تقدري تتابعي معانا فيها اكتر. في حد بقى من الفريق الطبي
من شركتنا من شركه اون تارجت فارما، هيتواصل بقى مع حضرتك. هناخد بقى يعني زي استماره كده او ابلكيشن، بنعرف بقى منها الطول والوزن، مثلا بنعمل انبادي علشان نعرف كميه الدهون اللي في الجسم، وزن العظم غير وزن الدهون غير كميه الميه اللي في الجسم، انا بقى محتاجه مثلا كميه بروتين قد ايه، كل ده، هل في امراض مزمنه ولا لا. الابلكيشن دي بقى هي اللي بتحدد لنا نظام الكورس او ده من خلال فكره دكاترة الكورس، بقى يا دكتور من خلال متخصصين في، دكاتره متخصصين يعني طبعا عشان بيبقى الفريق اكيد انتوا الطبي. بيجي لكم مريض سكر، مريض ضغط، مريض كوليسترول او قلب. بالظبط اكيد طبعا. هي كمان احنا عندنا في مصر يمكن في كونسبت شويه ان هو الناس مش بتلحق نفسها في الاكل غير لما خلاص انا مجبر ان انا اخس، يعني مثلا اما لا دايما قدر الله بيبقى في مشكلة فعلا. بالظبط، لان طبعا دكاتره البطنه والناس اللي بتعاني من سكر او ضغط او بيقول له انت لازم تخس، انت ما عندكش اوبشن، انت لازم تخس. فالحد ما الناس لما بتوصل للبوينت دي بيبقى عندهم زي شويه فقدان امل او احساس باليأس، اللي هو انا خلاص دلوقتي بقيت مريض مرض مزمن ومضطره اخس ومضطره اكمل على العادات الغذائيه بقى الصح، حتى لو ده اصلا مش نظام حياتي او انا اساسا ما بحبش او بيبقى متضايق منه في اللايف الاول ستايل، على انه في حرمان، في احساسه بالظبط بالحرمان ده هو احساسه اللي بيضايق بالحرمان. شويه. فاحنا بقى في الحته دي في عن تارجت فارم احنا بنحسسهم من الموضوع يا جماعه مش ما فيهوش بهذه حرمان. الصعوبه، ومش هنتحرم من الاكل، ومش انت مش داخلين معركه ولا بنجري ورا قطر، الموضوع بمنتهى البساطه جدا. احنا هنظبط الشهيه بان احنا هناخد كورس الاناسيليم او كورسات مكثفه، سواء مثلا انا عندي مشكله في الحرق فمحتاجه يعني اخد الناس اللي عندها كورسات. مشاكل في الغده بيعملوا ايه يا دكتور؟ مشكله مشاكل الغده ان الغده بتفرز هرمونات، الهرمونات ديت بتخلي مستوى السكر في الدم مش متظبط، وكمان بيكون نسبه الحرق عندهم ضعيف، ويكون جسمهم قابل ان يخزن دهون بشكل اكتر. فده بقى اللي احنا بنلعب عليه، ان احنا بنديهم كورس الاناسيليم ده يحسسهم بالشبع، فبنظبط كميات الاكل. ده غير كمان ان كورس الاناسيليم فيه انزيم اسمه البرومالين، الانزيم دوت بيشتغل على الخلايا الدهنيه في الجسم او الاديبوس تيشو، ان هي طبعا دي الخلايا اللي بتكون مخزنه الدهون جواها، ودي مهمتها في الجسم انها ما بتعملش اي حاجه غير انها تخزن الدهون جواها. وانا مستوى الهرمونات في الجسم بيتظبط على حسب الدهون اللي موجوده، يعني لو الدهون بزياده ده بيعمل لي خلل في الهرمونات، عشان كده مريض الغده اللي اصلا بيعاني من خلل في الهرمونات مع زياده الدهون في الجسم بيكون الخلل قوي جدا، فبيكون جسمه رافض ان هو يحرق الدهون ورافض ان هو ينزل، لان الهرمونات مش متظبطه والدهون والجسم قابل ان هو يخزن الدهون بشكل كبير. بس هو طبعا بياخد العلاج بتاعه عادي احنا بتاع لازم الغده، نظبط علاج الغده. والاناسيليم ما فيهوش اي مشاكل ان هو ياخده مع العلاج بتاعه عادي لا وبيحرق طبعا عادي وكله تمام. وبيحرق. احنا الكورس الاناسيليوم او يعني الكورسات المكثفه اللي عندنا بتكون كلها عباره عن مكونات طبيعيه 100%، مش بتعمل انتر اكشن او مش بتعمل تفاعل مع اي دواء تاني، يعني مثلا حتى لو مريض سكر او مريض ضغط، طبعا مريض السكر لازم يكون مكمل على ادويه السكر على طول، طبيعي علشان طبعا. العلاج حاجه وان العلاج احنا حاجه. بنحافظ بالظبط، على وزننا ده موضوع تاني. هو احنا دايما بنقول للناس ان كورس الاناسيليوم ده مكمل غذائي، يعني انا بكمل العمل اللي انا بعمله في النظام الغذائي او بدي بوش، بحيث ان الناس بعد ما تمشي على نظام غذائي بعد فتره تحس ان في نتائج باينه بسرعه وسريعه، فده بيديهم امل او بيديهم اراده اكتر ان هم لا خلاص ده انا حاسس ان في نتيجه، يعني مش بعمل دايت على فتره طويله عشان اخس مثلا نص كيلو او ربع كيلو، لا انا بخس كتير، كويس. فده بيحسسهم بامل، بيديهم بوش كده او بيديهم دفعه، فبيفضل بقى مكمل معانا ومتابع معانا اكتر واكتر، وبعد فتره بقى بيوصل الموضوع ان هو خلاص ده ستايل حياتي ودي اللايف ستايل بتاعتي، وعودت جسمي ان انا خلاص متعود على النظام الغذائي اللي هو الصحي ومظبط اكلي وما عانيتش من اي مشاكل تانية او ما حصلتليش اي مضاعفات تانية اثناء الكورس او حتى فترة التثبيت او بعد الكورس كمان. كويس. طب انتوا بقى من خلال بعد ما بيبدا معاكم بيعمل انبادي وبيتوصلوا ان انتوا بترشحوا له الكورس ده وبيبدا خلاص ياخده، بيبقى التواصل ازاي بقى، اسبوعي ولا بيبقى عن طريق ايه؟ احنا طبعا يعني الواتساب ده حاجه في ايدينا 24 سهلة. ساعه وسهل وكل الناس بتتعامل بيه، او يعني كل الناس عارفه الواتساب، فاحنا دايما متواجدين ان هو في طول الوقت احنا بنرد على اي اسئلتهم او استفساراتهم، بنفضل متابعين معاهم طول الوقت، هل مثلا اخدت النهارده الكورس، طب نظمنا النظام الغذائي، طب اكلنا ايه النهارده، طب معلش لخبطنا شويه، معلش هنرجع تاني على الطريق، لان برضو مفيش حاجه اسمها انا بوظت الدايت،
يعني مفيش حاجه اصلا اكلت نفسي النهارده هفتني كده على حته تينابون ولا شوكليت فرحت واكلها فخلاص كده الدايت باظ هرجع عيد تاني من الاول. لا هو مفيش حاجه اسمها كده. انا لخبطت شويه، ممكن يكون مستوى السكر في الدم عالي شويه، معناها ان هرمون الانسولين اتفرز بشكل كتير شويه، بس الدايت ما بص احنا ما بوظناش كل اللي عملناه، احنا هنرجع تاني يعني خلاص هنظبط بقيه اليوم ده، معلش فاتنا هنرجع بقى تاني من بكره نلتزم على النظام اللي احنا ماشيين عليه ونكمل مع الكورس، الدنيا بتكون مترتبه، فاحنا مش بنحسس الناس ان خلاص انت ايه ده انت غلطت النهارده، يا لهوي ده احنا خلاص مفيش يعني انسى بقى. في فلكسبيليتي في الحكايه. فالموضوع في فلكسبيليتي ده اللي بيخلي الناس انها بتتعامل معانا بطبيعتها جدا بشكل فريندلي. في ناس اصلا بيبقوا مصاحبيننا بقى خلاص احنا اصحاب، انا اكلم الدكتور النهارده مثلا اكيد شويه هتكلمها اظبط معاها الدنيا. فاحنا بنلعب جدا على العامل النفسي للناس ان احنا بنحسسهم ان احنا معاكم طول الوقت، احنا مش مختفيين، او مثلا انتوا مش مضطرين تجونا في مكان معين علشان تقابلونا، لا احنا موجودين على التليفون بتاعكم 24 ساعه، ممكن تسالونا عن اي حاجه او تستفسروا او تاخدوا مثلا يعني في ناس مثلا بعد ما بتاخد الكورس تحب تكمل تاني، في ناس مثلا حبت المورينجا فقالت لا خلاص انا لا عودت كلمينا بقى نفسي عن المورينجا. انتوا المورينجا بقى. خلينا نوضح الاول الاصدقاء، لانه الكورس ده مش كورس واحد يا جماعه، هي مجموعه كورسات كورسات مكثفه على حسب كل حاله محتاجه ايه، صح كده؟ بالظبط. طيب ايه بقى العوامل المساعده ممكن تكون انتوا كبرودكتس عندكم ومنتجات في الشركه بتساعد؟ يعني انا دلوقتي داخلين على شتاء وبشرب مشروبات دافيه كلنا بنحبها، كلنا بنحبها سيبك بعيدا عن ان في مشروبات بنشربها اصلا غلط وناس بتبقى كارهاها عشان هي، لان احنا اصلا طريقه صنعها بنعملها غلط. خلينا نقول طب لو في عوامل تانية برودكتس تانية في الشركه ممكن تساعدنا بشكل كويس في الحرق، زي ايه يا دكتور؟ يعني مثلا فكره المشروبات السخنه، احنا طبعا داخلين على الشتاء ودايما بنحب بقى نشرب نسكافيه وكاكاو والحاجات دي كلها، فمع ذلك انا في كل مشروب لو حطيت معلقتين سكر، معلقه السكر حوالي تقريبا مثلا 100 سعر او 120 سعر، فانا دخلت جسمي اصلا زياده بكتير جدا عن الحاجه اللي هو محتاجها. بعدين ترجع تقول لي انا ما بخسش يا دكتور، انا ماشي على النظام الغذائي 3000 معلقه بس سكر خدتهم على مدار الشهر. بس في اليوم مثلا، اصل فعلا في ناس بتتواصل معانا لازم كل يوم 7 8 كوبايات شاي وكل كوبايه بتاعت 4 معالق سكر، لو جينا حسبناها بحوالي 21 معلقه سكر في اليوم ده كارثه للجسم، إيه انا بدمر جسمي. فاحنا بنحاول نساعد الناس بكل، احنا طبعا سمعنا مشاكل كتير جدا طب ومشاكل الحاله لا دي تخفى بتتعاملوا علينا. معاها ازاي؟ احنا في الحاله دي طبعا احنا بنساعدهم دايما بسكر سيسل، هو سكر سكر دايت. السكر ده ميزته ان هو زيرو كالوري، يعني مش هيدخل جسمي كالوريز خالص، يعني كاني بشرب المشروب من غير سكر، وفي نفس الوقت هو طعمه متحلي فانا قادر استسيغه او قادر اشربه. يعني في للناس ناس اللي محبه للسكر، الناس بقى خاصة متعوده على المشروب ده رغم ان مسكر اصح قوي، حاجه من غير سكر نشربها. هو طبعا دي احنا بناخدها بقى بالتدريج، اللي هو مثلا هو الكيس عباره عن معلقتين سكر كويس قوي، هتديني تحليه معلقتين، فانا حلوه حطيت كيس واحد على كوبايه شاي خلاص انا ممتاز. ظبطت طعم الشاي، هو طبعا مش هيغير طعم المشروبات السخنه، مش هيديني اي افتر تيست هيحسسني ان انا متضايق منه كاني حاطط سكر عادي خالص، حلوه بس انا بدخل جسمي صفر كالوريز غير طبعا الكالوريز بتاعت الشاي، وفي نفس الوقت انا مش بعلي سكر الدم قوي لان هي الماده الفعاله اللي فيه السكرالوز والديكستروز مش بتاثر على سكر الدم او مش بتخلي هرمون الانسولين يعلى بشكل عالي. طيب احنا معانا شيماء، ناخد شيماء يا دكتور. معانا شيماء، اتفضلي شيماء. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ الحمد اهلا لله. بيك، ازيك يا شيف عظيمه، اهلا اخبارك بيك يا ايه؟ حبيبتي، اهلا وسهلا. الحمد لله يا حبيبتي، انا بحبك اتفضل. جدا. يروح قلبي احبك الذي احببتني فيه، وانا كمان يا حبيبي طعمي. حبيبتي ربنا يخليك كل اتفضلي لو والله ليكي اي جميله. سؤال. حضرتك مع حضرتك الدكتوره سالي صح؟ ازيك اه يا معايا شيماء، دكتور عامله سالي. ايه؟ ايه عامله حاجه وحشه ولا ايه؟ عايزه اشكرهم جدا والله، انا استخدمت الانسيليوم حاجه جميله جدا والله، وناس محترمه قوي قوي، عندنا ربنا يعني يخليك يا جميله شيماء، ميرسي والله، دي شهاده معتز طب ما بيها. تقولي لنا تجربتك في عجاله كده يا شيمو، يعني انت بداتي انا والله تتواصلي؟ انا اتصلت عليهم، دكتوره ميرا اتعاملت معايا، ميرا؟ كانت جدا تمام. محترمه، والحمد لله جسمي نزل تقريبا في حدود 10 كيلو في فتره قليله قوي، في ما شاء حدود الله شهر ما شاء مثلا الله، او كويس، حلو حاجه. قوي، حلو ما شاء الله، كانت ملتزمه الحلو شويه. بقى ان انا اصلا مش ماشيه على رجيم خالص خالص، يعني مش ماشيه على اي حاجه خالص، انا باخد بس الانسيليوم او مثلا الحبوب، مش بعرف اكل يعني قليل خالص، ما بقيتش اكل كتير، فاهمه انت كويس. ازاي؟ جسمي خس كتير خالص، فاهمه انت؟ لا يعني انا مبسوطه قوي، فاهمه؟ طب احساسك بقى، مجهودك انت، قدرتك وطاقتك اليوميه حاساها زي الاول ولا فيها اختلاف؟ لا عادي خالص، انا كان عادي
كأن أنا عادية خالص ولا أي حاجة أثرت معايا. كويس الحمد لله. طب هتستمري طبعا صح؟ ان شاء الله. ان بس شاء انا الله انا يعني انا حاسه ان انا مبسوطه، فاهمه انت الحمد لما لله يكون جسمك نزل وبترسم، فاهمه اللي هو الحمد ولا لله ما بقاش في الحمد لله بطني بدات تنزل، بقى بظهر ليا يعني جسمي نزل من الولاده والحمل وبتاع، ما شاء لا الله يعني الحمد لله اتغير كتير قوي. ما شاء الله يا رب وانا دايما. متشكرك جدا على مداخلتك كملي يا بقى يا شيماء والله، شيماء. وشكرا لدكتور ميرا. معانا ايه حبايبي؟ ناخد بس بعد اذنك يا دكتور سالي معلش، عشان برضو اصدقائنا لسه في ناس بتتصل ومش عارفه تدخل عشان الوقت. خلينا نعرض الاول ارقام التليفون والصفحه دي، صفحه اون كنت تارجت عايزه فارما على الفيسبوك، الفيسبوك، ما فيش مشكله. طيب في صفحه تانية للدكتور صفحه نيهان، دكتور نهال حافظ على ايوه الفيسبوك برضو للتواصل. الدكتور نيهان للتواصل. هي اللي بتوزع الحالات مظبوط كده؟ بالظبط، احنا هي تمام، الفريق الطبي بتاعها هو اللي هو بيرد اللي على الناس بيوزع على الدكاتره على حسب كل واحد على حسب كل وتخصصه حاله. والحاله اللي جايه. بالظبط، حلو قوي. وناخد بقى الصفحه اللي بعد اعتقد انستجرام، على ايوه الانستجرام. ايوه صفحه اون تارجت فارما على الانستجرام، ايوه وبرده موجود صفحه دكتور نهال حافظ على الانستجرام تمام، وفي صفحه دكتور نهال كمان على صفحتها على الانستجرام. الانستجرام يا جماعه. طيب انا طبعا يعني كل مره بنتكلم انا حبيت النهارده ان يبقى في تفسير شويه، لان في اصدقاء لينا بداوا يسالوا واحنا كنا دخلنا في موضوعات، فاحنا النهارده عملنا الفقره دي خاصه بحضراتكم علشان نبدا اللي معرفش حاجه عن الانسيليوم وايه الموضوع وايه القصه ان احنا نتكلم فيها مع دكتور سالي النهارده. اسمحوا لي طبعا اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني النهارده، دكتور سالي فيكتور اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه من الفريق الطبي لدى شركه اون تارجت فارما. شرفتيني ونورتيني يا دكتور العفو، على سالي، ايه بس، نوري. وطبعا اسمحوا لي اشكر حضراتكم شكرا جزيلا كل من يتابعني من خلال شاشه قناه الاهلي، تحيه وحب وتقدير لحضراتكم، واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا لحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، و السلام عليكم.